ها هو البنات دابا بيبيا ملي خرجناها من الفران تتاخد هذا الشكل هذا، ها هي مقرمله بالصحه والراحه على الجميع. جبدرناها بشويه نتما هنا يقتوى شويه بالصحه والراحه. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب البنات باش يجيكم الجديد من عندي، وشكرا، ونتلقى في شي حلقة جديدة إن شاء الله يا ربي، آمين. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو واحد الطريقة ديال التركي اللي هي بيبي أو ديك الرومي العربية، حنا تنقولو ليه بيبي. أنا عندي واحد بيبي هنا كبيرة، لأننا عندنا في أمريكان عندنا عيد الشكر وتنطيبو، خصنا نطيبو بيبي. اليوم غادي نتشارك معاكم هاد المناسبة وغادي نقدم لكم طريقة ديال بيبي بطريقة شوية مختلفة. عندي هنايا واحد الحامضه حكيت منها تقريبا النص ديالها، ها هو. عندي معلقه البزار كبيره، معلقه ديال الملحه كبيره، معلقه ديال سكينجبير كبيره، وعندي الثومه معلقه كبيره، وعندي بصله، وعندي المعدنوس، وعندي واحد القريفه ديال عود ديال القرفه، وعندي هنايا تقريبا ربعه ديال الزبده، وبصله محكوكه وبصله ما محكوكاش. هاد البصله ما محكوكاش شويه، والحامض والقرفه ما غنستعملوهم في الاخر. اوكي، غادي نمشيو على بركه الله وغادي نوريكم الطريقه ديال التحضير. دابا هاد الفر هاد التركي ولا هاد البيبي ولا ديك الرومي غادي نشويه في الفران ان شاء الله وعلى بركه الله. نشوفكم على خير ان شاء الله في طريقتي التحضير. دابا غنبداو بالزبده، ياك غادي نديروها في واحد الخلاط، ولا ما عندكمش هاد الخلاط تقدروا تستعملوا غير يديكم. اوكي، تكون بدرجه الحراره الزبده البنات. اوكي، ها هي. شوفوا ما تخافوش من الزبده وهذا، لان هادشي كلشي تيبقى في المقلاه الفران، كلشي تيحيد، غير هو هاد الزبده تتعطينا تتخلي لنا البيبي طري ومقرمل وطري من الداخل، يعني جوسي. وغادي نزيد عليه شويه ديال الثومه، ماشي شويه، غير هكا نمشي لاخر هذا. وغادي نزيد عليه الكحول والمعدنوس، امين، لا القزبوره مصاوبتو المعدنوس. غادي نقطعو غير هكا كبار، طريفات كبار، حيت ما بغيناش يعطينا يتحلينا بزاف مع الزبده هكا. دابا هاد الخلطه هادي غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه، شويه هذا سكينجبير، شويه ديال البزار. هذه الخلطه الاولى ديال التركي. ملي طحناها مع الثومه والقزب والمعدنوس والمليحه والبزار والسكينجبير وما نسيت والو. اوكي، غادي نزيدو عليها داك الحامض المحكوك هاهي، وغادي نخلطها حيت ما بغيناش نطحنوا الحامض المحكوك حيت كيرجع مر شويه. صافي، دابا حنا بغينا غير ديك النكهه ديال داك الحامض المحكوك. اوكي، وغنخلي هاد الخليط على خير على جنب، وغندوز لديك البصله اللي حكيت، وغادي نزيد عليها معلقه ديال الخرقوم البلدي وشويه البزار والملحه على حسب الرغبه، حيت هذه بيبيه كبيره صونا درت فيها الملحه، درت معلقه لهي ومعلقه هنا، سو ما تخافوش منها. اوكي، وغادي نزيد عليها واحد نق شويه الحامض البنات، غير شويه، غير نص شويه هكا. هاد الخلطه هادي غنزيد فيها شي نص حامضه تقريبا، غادي نعصرها وغادي نخلطها حتى هي. نسيت، وغادي نزيد على الباقي ديال الثومه، معلقه ديال الثومه نسيتها، ها هي الثومه. دابا غادي نمشي على بركه الله، غادي نبداو نخدمو كلشي. دابا هو عندنا واجد باش نعاود ناكد عليكم هاد الزبده، ها البصله ديالنا ديك
بحال اللي حنا كنقولوا لها الدغميره. ماما موجدين. دابا غناخذ هذيك الليبيه اللي هي الديك الرومي وغادي نتوكل على الله غادي نبدا نخدم. دابا شدينا هذا التركي، ها هو عندنا. غادي نبداو بهاد البصله وبصله والثومه وسكينجبير، وهذا الخلطه ديال البصله غادي ندير هنا مزيان. اوكي دابا غنبداو نديرو ديك الخلطه ديال البصله والثومه والخرقوم والسكينجبير، غادي نديروها مزيان، نحاولوا ندخلوها في هذيك التركي اللي بي في ايفري وير، في كل شيء امين. هنا وهنا نداكوها مزيان ياك، نقلبوا. انا شوف خشيت هنا، انا درت هنا، ندخلو هنا مزيان مع هاد الخيبات وهنا وهنا لداخل، لان تيعطي هو هاد بيبي ديما تيعطي واحد بحال الزفوريه. صافي تاكدوا مزيان انكم دخلتوا اليقامه هنا في هاد الصدر. هاد بيبي البنات غسلتها بشويه الخل ورقدتها، طحنت واحد البصله وخليتها رقدتها واحد تقريبا واحد الساعه كتحيد كاع هذيك الزفار ديال الريحه ديال التركي. تديروها للدجاج، تديروها للدجاج البلدي الرومي، الرومي اللي رقدتوه تا هو في البصله كيجي بحال بلدي. دابا ها هي درتها مزيان، ما نساوش البلاصه ديال الصدر. الصدر البنات ما تقيسوش وما تحلوش، لان رقصتوه الا حليتو هاكا خشيتو فيه اليقامه تيجي ناشف، تدخل له العافيه وتيجي ناشف من الداخل. اللهم خليه هاكا. اوكي دابا سالينا من هذه كد مزيان كاع هاد اليقامه. دابا غادي نمشيو للطريقه ديال الثانيه ديال الزبده. غادي ناخذ الزبده هاكا بيديه وغادي نشدها وغادي نحل هاد الصدر هكا، الجلدة اللي تحت الصدر، وغادي ندخل بالزبدة هاكا، شتي ندخلها هاكا ياك. وتاني غندير نفس الطريقة هنا تحت الصدر، حلو هاكا، حلو لنفس يديكم ودخلوا الزبدة هاكا. هاد شتي هذا نبسطوها في الاخر. اوكي غادي نديرو ليها هاد العمليه هكا، شتي غنبسطو هاد الزبده كلها على هاد الصدر. ها شتي كي دخلت الزبده هنا ياك، وغناخذ شويه الزبده عاوتاني وغادي نديروها هنا في الرجيلات، وغادي نديروها هنا في الرجيلات، غندير واحد شويه لداخل هنا لان غادي نقلب بيبيه ثاني ياك. غادي ندير هنا نفس هاد الصدير هذا صافي، ونحاول هاد الديبيه هكا. غنوريكم كي غندير لها في الاخر طريقه السدان باش ما داك الشيء داك اللقامه كلها تبقى تما لداخل. بلاتي بلاتي دابا ديك البصيله اللي خلينا صحيحه البنات فكرتوها، ها انتما غادي ندخلوها هنا ياك، هنا غادي نديروها هنا، ديروا لها من الحلوى والو. وغادي ندير ديك نص الحامضه ولا ديك الحامضه كاع اللي عصرت اي حاجه، نص حامضه اللي عصر وطري وعويه القرفه. ها هو هذا السر ديال النجاح ديال التركي. وغادي نشد الخيط ديال الطبيخ ديال الطبيخ، وغادي نسد هاد البيبيه قلت لها رجليها هكا. غادي نجمعها هكا حيت حنا عندنا هنا بيبي ما تيخليوش لينا كيفاش نجمعوا ليه رجلي الصوص كيف خصنا نجمعوه حنا هكا.
بعدين نزيد ناكلو. دابا هي دينا لها بشيلاتها، غادي نشد هذيك الزبده اللي بقات غادي ندهنها مزيان، ما نساوش الظهر. صافي وغادي ندخلها في الفران لغايه ما تطيب وتاخذ واحد اللون ذهبي. انا غنبقى معكم مع طريقه الطياب شويه بشويه. ما تنساوش البنات بلاتي انا غنوريكم شنو نديرو. نزيدوها واحد شويه الماء مع دابا غادي نزيدوها واحد الكاس ديال الماء راك حيت هي غتطلق الماء. غادي نزيدوها واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، هادشي اللي دام كله البنات غيهبط ما غيبقاش فيها. تخافوش من الزيت لان غادي نشويوها ان شاء الله. اوكي وغادي نغطيها، غادي نغطيوها على هذا البابي كيسون هو الاول. غنحطو الالمنيوم من الفوق، تأكدو مزيان غطيتوها، متخليوهاش مغطية الطياب كلها البنات، غير تحسو بها بدات كطيب شوية وغادي تعريوها باش تكرمل. وغادي نديرها الفران تقريبا شي ساعتين. هو التركي قرب يوجد، كنتسنى غير يتحمر ليا من تحت. درت هداك لاصوص صافي، غادي شويه وغادي نحيدو. تشرب دابا مزيان، تبارك الله الحق رحمه. الله يبارك فيك. غادي نرجعو واحد شويه للفران. ها هو البنات دابا بيبيا ملي خرجناها من الفران تتاخد هذا الشكل هذا، ها هي مكرمله بالصحه والراحه على الجميع. جبدرناها بشويه تما هنا يقتوى شويه بالصحه والراحه. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب البنات باش يجيكم الجديد من عندي، وشكرا ونتلقاو في شي حلقه جديده ان شاء الله يا ربي امين. كل سنه وانتم طيبين.